فاكر في الخيال شفت البروجي اللي بيطوروا مع يوتر جينيريشن بي ليفينمون كودينغ تخدم اون كولابوراسيون بين ايس اكسبيرتس ويوتر جينيريشن الاوبجيكتيف نتاعو انه نحطوا لي جون اللي طالبين فرص تشغيل مع السوسيتي اللي ممكن يشغلوهم اللي يمشي يوفروا لهم يا اما فرص توظيف فرص ستاج الى اخره وفي نفس الوقت باش يتعرفوا من خلال البانيل دو ديسكسيون على لي ميتي توندونس شنو طالب سوق الشغل اليوم شنو الحاجات اللي لازمهم يخدموا عليهم معناتها في المستقبل وينجموا ياخذوا معناتها فرص تشغيل ولا فرص توظيف ولا فرص ستاج. بالنسبه للمؤسسات الحاضرين فما كومار فما تيجيري بنك فما وفاء فما برشا معناتها ديفيرسيتي تاع دي سيكتور في نفس الوقت فما ديبيليي نتاع جمعيات المجتمع المدني واللي كيما نعرفوا توا المجتمع المدني ولا حتى هو قطاع مشرف. على بالي عمري 21 سنه طالب في المعهد العالي للإعلامية والميديا بسفيرس وعضو ناشط في جمعية ASX فيرس هي تظاهرة بتنظيم ASX فيرس ويوث أورجانيزيشن اللي هي تطمح إنه الإيفينمون هذي باش تعطي فرص كسوة دو ستاج ولا كسوة دو ترافاي للإيزيتيديون هذوما باش ندخلوهم أكثر في الفي بروفيسيونيل ويتعلموا سكيلز جدد ويدخلوا أكثر في الحياة الاجتماعية والحياة المهنية في المجتمع بتاعنا. هما اللي حاضرين هنا اليوم شركات عنا ديز اورغانيزاسيون طلبة وعنا سبيكرز وديز اكسبير اللي هما بالنسبة للسبيكرز وديز اكسبير اللي هما باش يشاريو الاكسبيريونس نتاعهم مع الطلبة هذوم باش يزيدوا يعطيوهم لي فورمول والانسايتس اللي مشي كيفاش يدخلوا في الديف بروفيسيونيل اكثر. وبالنسبة للسوسيتي اللي كانوا اوفير معناتها باش يجيو يقدموا ديز اوبورتينيتي هما للطلبة باش يزيدوا يدخلوهم أكثر في الحياة المهنية والطلبة اللي يحبوا هما أكثر زادة يدخلوا معناتها يتعلموا حاجة بروفيسيونيل كما تعرفوا احنا ما لازمناش نكتفيو جوست بالكونتينيو اللي قاعد يتعدينا في الفاكولتي بتاعنا لازمنا نعملوا نتور مع لي سوسيتي لازمنا نزيدوا نتعرفوا أكثر معناتها على العباد اللي بنات معناتها مستقبل وعندها شركات وعندها ذوي خبرة اللي لي زيتيديون معناتها التجؤوا لهم في الايفينمون هذايا باش يتعلموا منهم أكثر. بالنسبة للموضوع هذايا الطلبة لازمهم يكونوا يدخلوا أكثر في البيئة السوسيتيف كما تعرف جمعية ASX فيرس اللي هي معناتها متكونة 100% من الشباب اللي هما اللي عملوا كونتريبيسيون انه ليفينمون هذي تصير كيف كيف ويوث اللي فيها بورسنتاج كبيره من الشباب واللي فيها عباد تخدم معناتها في العشرينات من اعمارها اللي ساهموا باش ليفينمون هذي تصير نجموا الطلبه انهم ياخذوا الانيسياتيف ويخلقوا معناتها دي فوروم كيما هكايا يقدموا فيهم ديزوبورتينيتي دو ترافاي وديزوبورتينيتي دو ستاج.